اتأخرت ليه؟ الفجر ده نومي قربت تصحى. وانا من اهل زكاة امك عشان نفضل ربع العدويه. بقول لك ايه، ما تفكك من امك وخلينا فيك انت. ما تيجي نظبط بالسريع في العربيه، انا راكن قريب. عليا نعمه، انت ما عندك دم. احنا في ايه ولا في ايه يا بنت؟ وحشتيني بذمتك، ما وحشتكيش. ابعد عني يا مصطفى. انا من ساعه ما عرفت ان انا حامل وانا ولا طايقاك ولا طايقه البلد كلها. هندي فين يا هالي؟ معرفش يا ماما، معرفش. طب راحت فين؟ قامت راحت فين؟ شوفيها بقى، شوفيها بقى. هند، يا هند، هند، هتكون راحت فين دي وش الفجر؟ يعني مش عارفه نتصرف ازاي. هو انا حملت لوحدي؟ قلت لك من الاول 100 مره خلي بالك وحرصي. عامل لك انا ايه دلوقتي؟ وانا كنت هفهم منين في الحاجات دي؟ ولا انت فاكرني واحده من الشارع؟ بقول لك ايه، ما تفوقك من جو الافلام العربي اللي عشالي فيه ده وعملي فيها دور فاتن حمام. لا وحيه امك، انا نصحت الجد اعملك فيها نبيل عبيد وعملك في المراه والسطور، انت فاهم؟ يا بنت اهبطي، بقول لك بدور على دكتور يخلصنا من البلوى دي، بس الحوار هياخد لي يومين. والله العظيم انا غلطانه، انا طوعتك من الاول. ايوه اعملي فيها ندمانه دلوقتي، ما شفتش يعني الوش ده لما كنا سوا؟ مش فخر دلع وانبساط ولا نسيتي؟ ما تيجي بس ونفكر. بس يا مصطفى جتك القرف، انا لازم ارجع. هما يومين بالعدد يا مصطفى، وقسما بالله العلي العظيم لو ما اتصرفت في المصيبه اللي احنا فيها دي لا هتشوف مني وش تاني خالص. سلام يا هند. اقعدي اقعدي، مش عارفه اتصرف. بالراحه كده احكي لي ايه اللي حصل. انت سمعت؟ سمعت. احكي ما تخافيش. يا ساتر يا رب. مين؟ افتح يا سليم بيه، انا حنان. اهلا يا ست حنان، خير؟ سليم بيه فين؟ مش عارف والله، اصل انا كنت لسه هنام. البنت هند مش لاقيها في البيت كله، ما اعرفش راحت فين. هتروح فين يعني؟ تلاقيها هنا ولا هنا؟ مش عوايده تخرج في ميعاد زي ده، احنا بعد نص الليل، احنا في الارياف. طب ندور عليها. ندور عليها فين؟ ما عملتش كده قبل كده، اول مره تعمل كده. تعال ندور عليها، مش عوايز يعني سليم بيه يخرج في ميعاد زي ده. تعال. ومن ساعه ما عرف ان انا حامل وانا حاسه ان هو بيزوغ مني. طبعا لازم يزوغ. طب الورق العرفي دي فين؟ معاه. حرك السود. انتي مفيش دماغ، ما بتفكريش؟ وانا خفت حد يشوفها، وبعدين انا امي بتقعد تفتش في حاجتي وبتقعد تنقف في البيت يمين وشمال. فالحه يا اختي، فالحه. اسلم، انا لازم اتصرف في المصيبه اللي انا فيها دي. النبي ما تخافيش، انا هتصرف، ما تخافيش. بس انا شايف يعني ان احنا لازم نقول لامك. نقول لها ايه؟ دي مصيبه، دي لو عرفت هتموتنا. ايه يا بنت اللي انت مخبياه ومش عايزاني اعرف؟ لا يابا عايش انت، انا مهدود وعايز اروح انام. ايه نسوان وقعت عليهم منين دول يا ابن الحرام؟ يا ابن اللعيبه، لا ده انا كده الف واجيلك. مين ده يا ابني اللي مهدود؟ اديني جايلك وهتشوف بنفسك. سلام. يا بنت الكلب، يا بنت الكلب، يا بنت الكلب، روحي عليكي يا بنت، تموت واخلص مني. هموت في
ايدك يا ماما. يا ريت تموتي ماما. يا ماما خلاص يا كريم. يا كريم عملت يا كريم. هي دي المكافاه. هي دي المكافاه. اقول ايه لابوكي؟ اقول ايه لابوكي لو جاي؟ اقول سامع سامع يا باشا. خلاص بقى وحيد اللي مش كده بقى. سامع بيه خليها تفضفض وتطفي النار اللي جواها. يا كلبة. قالوا تعالوا نتفرج على شو حاوز عليهم. ها؟ كنت نايم انا ولا بس فين؟ انا كنت فين لما اتجوزتي؟ انا كنت فين؟ قولي لي. بس يا مهند بقى كنت فين؟ خلاص بقى. بتكفيني؟ يا بابا والله اخرسي اخرسي ما اسمعش صوتك. اخرسي يا كلبة. ضيعت سنين عمري عليك. ضيعت شبابي كله عليك. دي المكافأة؟ دي المكافأة؟ والله العظيم يا ريتني اسمع خبر ابوك يطلع ميت واخد عزاه بدل ما يجي يحاسبني عليك. يا سليم فوق. خلاص بقى وحيد الا بقى. والله يا ماما كنا متجوزين. عرفي عرفي متجوزة عرفي؟ انت مصدقة نفسك انك متجوزة يا بت؟ يا بت انت قاصر. يا بنت انت ليا جوزك اتجوزي نفسك شرعي. لما تجوزي نفسك عرفي. انت قاصر يا بنت. يعني انت اتجوزي ومعاكي ولي امر. الورقه دي بالله وتشربي ميتها. خلاص بقى. دخل عليكي وحبلك بورقه بالله وتشربي ميتها. خلاص يا ماما. خلاص خلاص. خلصت روحي. خلاص يا حنان. خلاص بقى. وايه اللي خلاص؟ اطلعي فوق يلا. وايه اللي خلاص؟ اطلعي فوق. سيبني عايزه اقطعها. خلاص بقى. أنا عايزه البندقيه موتها. اقعدي يا حنان. اقعدي واهدي بقى. اه اقعد اشرف نتصرف مش كده. ده انا ما استخسرتش حاجه فيهم. انا كل حاجه عملتها لهم. انا كنت بستخسر في نفسي اللقمه الهدمه الضحكه عشان اربيهم. دي المكافاه؟ دي كنت انا فين؟ كنت انا فين لما هي كانت بتخرج من صاص الليالي وتقابله وتحبه وتتجوزه وتحبل منه؟ انا كنت فين؟ كنت نايمه على وداني؟ كنت فين؟ هنا محدش حاسس بالنار اللي قايده جوايا. لا حول ولا قوه الا بالله. حاسس بيك يا ست حنان. يا حنان كلنا حاسين بيكي. ولو انتوا عندكم بنات انا كمان عندي اخت وحيده وبخاف عليها. بس مش كده، في طريقه عشان نحل بيها الدنيا. يتحل ازاي يا سليم بيه؟ ده يا ريتها معاها ورقه الجواز العرف. حتى الورقه دي مش معاها. عايزه اموتها، عايزه اضربها بالنار. صلي على النبي بقى. ابراهيم اطلع حاجه تشربها كده عشان تهدى ونعرف نتكلم. الغلط وقع يا سليم بيه. ستي كله هيتحل، كل مشكله وليها حل ان شاء الله. اهدي انت بس. طب فهمينا ايه اللي حصل بدل ما انت عماله تعيطي كده. طب خلاص خلاص اهدي. طيب هي امك اللي ضربتك كده يا هند؟ طب خلاص. طيب خلاص بقى اهدي، بطلي عياط. خلاص بقى عشان ما تموتش انا كمان. بس بقى فكرة بقى مهند مش عاجبني طريقتك دي. البنت غلطت بس ما غلطتش لوحدها، فمش هينفع تدفع الثمن لوحدها. زي ما الواد جرها للغلط احنا كمان هنجر ونجيبه هنا ويكتب عليها. ازاي يا سليم بيه؟ اتجوزها. اتجوزها؟ اتجوزها وشرعي ومأذون قدام الناس كلها كمان. الواد اللي غلط معاها ده اسمه مصطفى بن انور الخولي. ابوه اغنى واحد في البلد. نص البلد دي ملكه. لو ابن رئيس الجمهورية مش الواد غلط يجي يصلح غلطته؟ ومين اللي هيجبره؟ أبوه. مش أنت بتقولي أبوه كبير البلد؟ نروح ونتكلم معاه. والله أنت طيب أوي يا سليم بيه، وابن ناس أوي ومتربي أوي. أنور الخولي ده راجل ظالم ومفتري ومتكبر. هيرضى يجوز ابنه لبنت بيعت اللبن؟ هو بيقول عليا كده إن أنا بيعت لبن. خلاص لو الذوق مش نافع معاه نجيبه بالعافية ونخليه يكتب عليها. ازاي بس يا سليم بيه؟ هو احنا في ايدينا حاجه؟ يبقى في ايدينا حاجه ان شاء الله. بس لازم نهدى. نهدى كده عشان نفكر هنعمل ايه. صلى على النبي كله هيتحل ان شاء الله. اهدى. ايه ما هتقتليني ولا ايه؟ يا ريتني كنت اقدر. يا ريتني كنت اعرف. ما
كانش ده يبقى حالي. قمت عليكي، قمت عليكي يا هند، قمت عليكي تعملي فيا كده. والله العظيم يا ماما كان حرام عليكي. انا تعبت قوي، تعبت قوي لغايه ما كبرتكم. حقك علي، انا استاهل الدم. النبي يا ماما تزعلي مني، انا هموت روحي واريحكم من قرفي خالص. بعد الشر عليك. احنا ولاية وغلابة وربنا عالم بحالي، محلولة من عنده، هو هيتصرف. تفتكر ايه ما نعرف نقضي بالعربية دي حاجة؟ ايوه يا بيه امال، اذا كانت صاحبتها الست حنان بتقضي بيها احنا مش هنعرف نقضي. يا عم انا قصدي عجاز، تفتكر فيها جاز يودينا ويرجعنا ولا لا؟ والله يا بيه انا ما بعرفش في العربيات ولا عمري ركبت عربيات، ما اعرفش بقى بيحطوا لها جاز ولا بنزين، يبقى شوفها انت. ربنا يسترها. طب اقول لك يا ابراهيم. ايه بيه؟ انت هتعرف تعمل اللي قلت لك عليه مش كده؟ امال يا بيه، ده شرف وانا عندي ولايه وبنات. انا اي نعم ماليش في الضرب والحاجات دي، بس ساعه الجد احنا جدعان قوي يعني، ما يهمكش. ماشي، ربنا يستر. طب يلا عشان نتكل على الله بالليل. ماشي يا بيه. ها خدت الفلوس؟ حرونار في جتتك. ندم على ندمهاش يا ابو الحاج. احنا بقى لازم يا جماعه بقى نحتفل بالليله ديت، والمفروض ان انت اللي هتهزمنا على سهره حلوه، ولا نجيب كفته وكباب زي ما زناتي قال؟ لو انا لسه هدفع تاني كفايه اللي دفعته. جرايه يا ابو الحاج، وانت مش كبرنا ولا ايه؟ عموما لو مش مسامح انا عازمكم. لا انا ماشي. ماشي فين؟ انت لازم تقعد وتاكل من لحم زناتي. ليه كده بس؟ كفى الله الشر، ربنا ما يجيب اليوم اللي ناكل فيه من لحم بعض. انا مش فاضي للكلام ده، وبعدين انت مش قلت قبل كده مش مفروض ان حد يشوفنا مع بعض؟ عندك حق في دي. خلاص احنا هنجيب الكباب والكفته هنا، وزناتي برضه اللي هيحاسب. لا انا ماشي. راح فين يا حماد؟ ما تقعد يا اخي، كلها خمس دقايق ونمشي كلنا. لا اقعد يا حماد بيه، في موضوع هنتكلم فيه وليك فيه دور مهم. موضوع ايه تاني؟ واحنا مش خلصنا خلاص؟ لا لسه ما خلصناش. شوفوا يا جماعه، احنا من يوم ما ربنا حطينا في كفه واحده في المشكله ديت، واحنا بقينا ايد واحده، وده اللي خلانا بنخاف على بعض ونعدي من كل المشاكل اللي قابلتنا ونوصل للنقطة اللي احنا فيها. بس لسه مشكلة صغيرة قوي وحلها في ايدك يا حماد بيه. في ايدي انا؟ مشكلة؟ مشكلة ايه؟ صلاح الطوخي. مش ده الضابط بتاع التفتيش اللي في الداخلية؟ اهو الراجل ده بصراحة ربنا رزل. الله ينور عليك، رزالته دي بقى هي اللي ممكن تعمل لنا مشاكل، لأن الراجل ده فيما يبدو إن عنده بعض الخيوط ماشي وراها، ولذلك راح اتكلم معاك في مكتبك، واتكلم مع المرحوم رفاعي، واخرها زار زناتي في المستشفى. انا مش عاوزكم تقلقوا، احنا محدش هيقدر يهاوب ناحيتنا، بس بيقولوا برضو ان العار اللي ما بيصيبش يدوش، واحنا لازم نخلص من الموضوع ده خالص. انتوا بتقولوا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. جرايه يا سياده النايب، ده انت عضو البرلمان، يعني صوت الشعب. بطل كون يا نشأت. عاوز ايه؟ قول كمل. عاوزين صلاح الطوخي يبعد عن القضيه دي خالص. طب دي نعملها ازاي يعني؟ تنقله، تطلعه معاش، اي حاجه. والنبي حد كان قال لك عليا ان انا وزير الداخليه ولا ايه؟ لا بس انت بمقام 50 وزير، وما كنتش قادر تعملها ميل على حد من زمايلك في المجلس وهو يخلصها لك. يا جماعه صلاح الطوخي لو انتهى من القضيه دي نقدر نقول مبروك، ويبقى الموضوع ده خلص خالص. قلتوا ايه؟ يبقى لازم يبعد حماد. الو ايه يا حوده؟ طمني، ايه الاخبار؟ انا حماد. انت فاكرني البلطجي اللي بتأجره على ضباط الداخليه كل مره واحد؟ لا عفوا يا باشا، معقوله برضو يكون وصلك القصد ده؟ لا طبعا،
أنا كل اللي أنا أقصده إن سعادتك يعني بعشم تقف جنبي لحد ما المصيبة اللي أنا فيها دي تنزاح. صلاح التوخي إيه اللي عايزنا أخلصك منه؟ صلاح التوخي ده عميد في التفتيش، أبوه ليه على المعاش؟ هتفوق كده وتصحى حماد. بصراحة الراجل ده عامل لي مشاكل كتير قوي، وأنا أوعد سعادتك ده هيبقى آخر طلب هطلبه منك. حل مشاكلك بعيد عني يا حماد، أنا عملت لك اللي فيه كفاية، والآخر مرة أنا بحذرك عشان أنت الراجل بتاعي وتهمني. مفيش داعي إن يجي اليوم اللي تتلطف فيه لطة تضطرني إن أنا أبيعك وأغسل إيدي من دمك. وانسى موضوع سليم الأنصاري ده خالص. تفتكر يا سيادة اللواء سليم هيحاكم عقله ويخرج نفسه ويخرجني من الموضوع المقرف اللي احنا فيه ده؟ الله هيفضل راكب دماغه ويعكنا أكتر ما احنا معكوكين. انت مالي ايدك من اللي انت بتعمله ده يا سليم بيه؟ يا رأي إبراهيم ما تبقاش خواف، بعدين كل ده مش واثق فيا ولا ايه؟ أوجهه. طب راجع نفسك لا يطلع مش هو. لا هو الطريق ده مش بيودي غير لبيت ابوه. مش قلت لك هو؟ ايه الحمار اللي بتعمله ده؟ حد يطلع كده، انت ماشي في صحراء. ايه ازيك يا مصطفى؟ قوم يا علا، قوم يا علا، هتتودع. قوم حط معانا قدام. خش يا اخلص يا خش يا جوه يا خش جوه. خلاص يا علا اقفل بوقك ده، نزل رجلك يالا، اكتم خالص، اكتم يالا، اكتم. تريميون الزبون اهو، روح هات المأذون والشهود. يلا يلا ولا انت ليك كلام تاني يا واد؟ وماله حماد؟ مفيش مشكلة. ايه يعني الراجل بتاعك طلع نادل وملص منك؟ لا شوف لها حل تاني، مش هنغلب يعني. مش قصة ندالة يا حاج، الفكرة ان الموضوع عمال يوسع ويلغوص قوي مننا، وفي النهاية يعني هو ملوش علاقة بالموضوع ده، هو مش عاوز يعك نفسه. خلاص يا حماد، ما احنا قلنا مش هنغلب. بقى اسمه صلاح التوخي ده احنا نعرف نتصرف معاه كويس قوي، ولا انت ليك راي تاني؟ بصراحه بقى انا تعبت، انا مش عارف نفوق امتى من الكابوس اللي احنا فيه ده. هانت اخويا هانت، ما تقلقش. فاكر احمد اول مره عرفنا بعض كانت امتى؟ تلاقيك نسيت. دي حاجه برضو تتنسي يا حاج، دي عشره وايام وعيش وملح ما بيننا. يا شوف عدى قد ايه يا اخي، يجي 30 سنه كانوا امبارح. كنت انت لسه عيل صغير كده بتجري ورا المرشحين بتوع مجلس الشعب، وتعمل لهم شويه الانباكا بتوعك دول، وتسخن لهم الصواوين اللي بيعملوها. ساعتها انا بقى كنت لسه ببتدي في تجاره العربيات مع ابويا. انا مش فاهم ايه لازمته الكلام ده دلوقتي. في يوم انا فاكر كويس قوي، كنت خارج من المعرض بالليل زي دلوقتي كده، وليت عيلين بيجروا وراك عشان ظبطوك وانت مخنصر فلوس كان مديها لك المرشح بتاع مجلس الشعب عشان توزعها على الناس في الصور. فاكر؟ ولولا اني اتدخلت كانوا عدموك العافيه. ومن ساعتها بقى واحنا بقينا اصحاب، وانا واقف في ظهرك، بصرف على انتخاباتك، وبخبي فلوسك الشمال في وسط فلوسي، وبشغلها لك. ومش بس كده، حتى الواد ابنك شادي لما لقيته خايب ومش نافع في اي حاجه خليته شارك تمارينني في الكافيه اللي انا فتحته له. ايه لازمه الكلام الكتير ده؟ انت ليه بتالف القديم؟ لا ده مش قديم يا حماد،
لو حسبته كلام قديم تبقى غلطان. دي حدوته امبارح والنهارده وبكره. من ساعتها واحنا اتكتب علينا ان احنا نمشي في سكه واحده. نشيل مع بعض الحلوه والمره لغايه ما نروح تربتنا. الكلام ده زي ما تقول كده قدر. قدر واتكتب علينا، لا انت تقدر تسيبني ولا انا اقدر اسيبك. مش عشان احنا اصحاب وحبايب، لا. عشان كل واحد فينا ايده جوه مصارين التاني. ولو حد وقع بينا ولا لا سمح الله نجح في انه يضرب بينا وبين بعض اسفين، هيبقى حكم علينا بالفضيحه. احنا الاتنين يا حماد، فاهمني؟ احنا الاتنين. مين وكيل العروسه؟ انا مولاي. هات البطاقه. اتفضل. هات بطاقتك يا عريس. يلا مصطفى ادي الشيخ بطاقتك. يلا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي لك يا استاذ. وانت كمان قول ورايا يا استاذ ابراهيم اني استغفرت الله زواج مبارك ان شاء الله. حل مشاكلك بعد عني يا حماد. انا عملت لك اللي فيه الكفايه. والاخر مره انا بحذرك عشان انت الراجل بتاعي وتهمني. مفيش داعي ان يجي اليوم اللي تتلطف فيه لطه تضطرني ان انا ابيعك واغسل ايدي من دمك. واحنا كتب علينا ان احنا نمشي في سكه واحده. نشيل مع بعض الحلوه والمره لغايه ما نروح تربتنا. ادخل. ايه اللي بصحيك لحد دلوقتي؟ مش عندك مدرسة الصبح؟ انا كنت انام دلوقتي. طب خلاص ما حبكتش يعني دلوقتي. سيبوني مع اختكم شوية معلش يا هلا. يلا. طبعا كان عندي كلمتين لازم تسمعيهم. بس ما كنتش ينفع اسمعهم لك قبل ما نحل المشكلة دي. انت عارفة كويس انت غلطتي. غلطت في حق كل الناس. غلطت في حقك لما عملت كده ورخصت نفسك. غلطت في حق اخواتك البنات دول. وانت عارفه كويس انهم مستقبلهم كان ممكن يضيع بسبب حاجه زي دي. امك. امك الغلبان الشقيان اللي ضيعت عمرها كلها عشانك وعشان تربيكوا كويس. وفي الاخر رحت عملت فيها كده. قلت في حق الواد اللي جاي ده اللي لسه ما شافش الدنيا. ذنبه يطلع يشوف ابوه واحد زي ده. انت عارف انا ساعدتك ليه صح؟ ساعدتك عشان كلكم ما تدفعوش ثمن بوظان عيل زي ده. اهله ما عرفوش يربوه. كان هضيعكم كلكم. معلش. ربك سترها. مبروك. يخيبتك القوية
جاي تقولي دلوقتي؟ انت كنت عايز نعمل ايه؟ ما انا اتخذت على اخوان. اخص يا رجاله اخص، هزقتني وهزقت نفسك وهزقت اسم العيله اللي ناس بتترعب لما بتيجي سيرتها. تفوق عليك وعلى الرجاله اللي زيك. ما كفايه بقى اللي حصل ده، لازم له رد عشان الناس كلها تعرف مين هو انور الخولي. والليله قبل النهار ما يطلع. بس انت طلعت وحشه يا ابراهيم، مع اني انا ما يبانش عليك. والله يا بيه انا نفسي مستغرب من اللي انا عملته ده. انا طول عمري راجل في حالي، لا ليا في اللبش ولا المشاكل. بس زي ما تقول كده يا سليم بيه، في مواقف في الدنيا تخلي الواحد يطلع منه حاجات ما كانش يعرفها عن نفسه. عندك حق، مع ان انا وانت شفنا بلاوي كتير مع بعض، بس عمري ما شفت منك الشغل ده. والله يا بيه انا من ساعه ما رجلي عتبت البيت ده وانا حسيت ان ده بيتي، وان اللي فيه دول اهلي بالظبط. البت هندي دي في سن نور اختي، وحتى مدام حنان امهم طيبة وغلبانة وعلى نياتها زي مراتي. حتى البنتين الصغيرين رؤية وملك في نفس سن بناتها. بيني وبينك يا بيه، أنا أول يعني ما سمعت الموضوع ده الدم فار في دماغي، كنت هتجنن. بس لما لقيتك بتتصرف باتزان كده وحكمة قلت هو ده الصح، لازم أمشي وراك وأسمع كلامك. غريبة، أنت عارف يا إبراهيم إن أنا حسيت نفس الإحساس ده، يمكن عشان سن سلمى قريب من سن هند. طول الوقت كنت خايف من الكابوس ده يحصل لها وتقع زي دي، عشان كده دايما كنت بخاف عليها، بقرب منها وبخليها تحكي لي كل حاجه، بس بالحب عمره ما كان بالعافيه ابدا. ربنا يخليك يا بيه ويخليها لك. وحشتني البنت دي يا ابراهيم. انا مش بنام دلوقتي، انت صاحي ليه؟ يا سلام، طب اديك اطمنت عليا، روح نام بقى، ولا عشان اتفصلت من الشغل هتبلطك بقى وتصحى الظهر. حسام انا مش قصدي والله، انا اوقات بيطلع مني كلام كده زي الدبش، بس صدقني بجد والله مش قصدي، انا اسفه. وانا يا بيه ظروفي زي ظروفك بالظبط. ابويا الله يرحمه مات وساب لي 3 بنات، اتجوزت 2 منهم وما فاضليش الا نوره عايشه معايا انا والعيال. عايشه معاك؟ طب ومراتك مش عامله لك مشكله بسبب الموضوع ده؟ سميحه دي طيبة قوي يا بيه، وبنت حلال وأصيلة، دي بتحب نور أكتر مني. ده هي بالنسبة لنور أمها وأختها وكل حاجة ليها في الدنيا. ربنا كرمنا وجالها عريس، قلت كويس قوي يلا بقى جوز التالتة واخلص. هو صحيح ظروفه على قده، بس لقيته قد راجل وقد المسؤولية، وتطمن إنك تسيب أختك معاه، قلت خلاص يلا جهزها له وكله برزق. ربنا يقدرك ويخليك ليهم يا إبراهيم. مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مش دي شقة أستاذ إبراهيم السني؟ آه يا أخويا، هي في إيه؟ ماله إبراهيم؟ يا ترى أخت نورة موجودة؟ نورة؟ أيوه أنا نورة. أنا زميل أشرف في الجيش، لا مؤاخذة يعني إني جيت في ميعاد زي ده، بس أصله كان موصينا أديكوا الجواب ده. وأشرف كويس؟ هو إحنا كنا واقفين في الكمين، دخلت علينا عربية مفخخة وهو رمى نفسه عليها عشان يحاول يمنعها توصل لينا. أشرف تعيش أنت يا أستاذ. أشرف حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني أشرف. أشرف يا سلام عليه، ده حتة ولد في منتهى الرجولة والأخلاق، زي ما بيقولوا كده الواد ده ما جابتوش ولادة. تصدق انه لسه طالب في الجامعه؟ وانت اللي خليك توقف على واحد في الجامعه لسه؟ ما هو اصله مش صغير، ده الواد ده ليه قصه والله، ده غلبان ومكافح زينا. الواد ده اصلا مؤهلاته متوسطه، وبيشتغل عشان يصرف على اهله واخواته. وهو بيشتغل ذاكر وجاب مجموع كبير يدخله الجامعه عادي زيه زي اي حد. فدخل الجامعه يا دوبك 2 والثالثه جدره في الجيش، فراح سايب الجامعه وراح على الجيش. قلت له ولا يهمك يا اشرف، خلص جيشك وهي سنة فضلالك في الجامعة، أكون أنا وضبت نفسي وجهزت حالي وأجوزكم وتتكلوا على الله. ده واد جدع، البلد لسه فيها شباب زي الفل أهي، الواد لازم تعرفنا عليه أول ما نطلع من المصيبة اللي إحنا فيها. تفتكر يا بيه هنطلع من المصيبة دي؟ أنت
تقليش ابراهيم. الله يطمنك. هنطلع كلها قعدت ان شاء الله. يلا نام. انت مش هتنام ولا يا بيه؟ احنا قاعدين. عامل لك شاي طيب ولا حاجه؟ نام عشان بكره عايزك في حاجه مهمه. حبيبتي نورة، معنى انك بتقري الجواب ده اني قابلت وجه كريم. صدقيني يا نورة، انا مش خايف من الموت ولا زعلان منه. انا بس حاسس في نفسي اني ملحقتش اتجوزك وهنيكي وعوضك على اللي شفتيه في دنيتك. حقك عليا يا غالية عشان خليتهم يبلغوك الخبر قبل اي حد حتى اهلي. بس اعمل ايه؟ ملقتش اقرب ليا منك احطه في خانه اقرب المقربين. عشان خاطر يا نور، عشان خاطر ربنا ما تزعليش، انا ان شاء الله ابقى في مكان احسن من الدنيا وقرفها. سلميلي على ابله سميحه والعيال وعم ابراهيم. ربنا يفك كربه يا رب. ما تقلقيش، انا هبقى في الجنه وهدعي له ربنا يرجعه لكم بالسلامه. ربنا حنين قوي يا نور، حنين، ومش هيرضى يحرمك مني ومنه نوبه واحده. خلي بالك من نفسك يا غالي، وبيفتكريني. سلام. شفت يا حمار؟ مش قلت لك ان ربنا بيسبب الاسباب؟ هو الواد اللي كان خاطف قلب البيت ساب لها الدنيا كلها وخلع. ادي يا معلم، ولا كانت على البال ولا على الخاطر. جات لنا ايه؟ متقشرة يا زلطة. بص بقى يا زلطة، الدنيا دي بتمشي للي عايزها يا قفل. نورة دي بقى مش سكة كلمتين باردين ومعاكسة في الرايحة والجاية، لا، دي بنت متربية وفابريكا، ملهاش في الشمال، مفتاحها عند المأذون يا قفل. مأذون مرة واحدة يا معلم. افهم يا حمار. النسوان دي نوعين. نوع شمال ونوع يمين. الشمال دي ليها بدل المفتاح 10. تمام. واليمين دي بقى مصجرة، مفتاحها عند مين؟ عند مين؟ عند المأذون. ايوه كنت لسه. طب بقول لك يا معلم بقى، والنبي عايزين نفرح بقى وندخل الفرح على القهوة. عايزين بقى نستغل مجيتك ونروح نطلب ايدين البيت ونفرح بقى كلنا. هنفرح وهنروح، بس احنا مستنيين اليومين دول بتوع العزا لما يعدي. صاحب واجب يا معلم. وهنطلبها بس مش ليك. امال لمين يا معلم؟ معلمك يا ولا هي تغلى عليا؟ لا معلم، بس انت عارف ان انا عيني من البت نور، وانا مزاجي منها من زمان وعايز اتجوزها، ولسه شباب وليا بدل الواحدة 10. ليه انت شايفها معلم؟ ليه انا شايفها يعني ايه؟ هات بقول لك، قدامك طبق فاكهة حلو على الترابيزة ونفسك فيه ومعلمك نفسه فيه، تمد ايدك عليه؟ ولا انت شفت اللي حصل لأشرف الله يرحمه؟ اللي بياخد حاجة من المعلم بيحصل له ايه؟ ولا ايه؟ على وضعك يا معلم. ولا ايه يا بيه؟ امن الباب. امن الباب من ايه؟ وفي ايه يا بيه؟ بسرعه.